هالنهر مفضل عالشام، تعلمت بامي دوس سباحة، وانا يا ما طيرت الحمام، ومن عشب عملنا طراحة. يا نهري لا تصرخ شو عليك من ريحة المسلخ شو عليك، بكرة الأذى عنك شو عليك، رح يرتفع عنك شو عليك، يلي أذاك عيني رح يترجاك سيدي، نحنا لولاك عيني عيشتنا هلاك روحي يا زمان الله زمان. عند مدخل مدينة قطنة يستحضرك المثل القديم المكتوب مبين من عنوانه، هناك تختصر الطرقات المهترئة الإهمال الكبير للمنطقة، وتختصر الحفر المليئة بالتلوث حقيقة الواقع الصحي للسكان. لنتابع. يعطيكم العافية. هلا نحن موجودين بقطنة اليوم بناء على طلبكم. في أكثر من شكوى إجتنا للبرنامج إنه في مشكلة بقطنة. إذا نقول شو هي المشكلة؟ صرف صحي؟ صرف صحي وخدمات. بلش واحدة واحدة. نعم. يعني مبدئياً نحن عم نحكي إنه هون هاي مجاري بالشوارع، الأطفال عم تداعس هون وتفوت على بيوت، أمراض وتلوث، وهي عم نعاني من 35 سنة، أنا ساكن هون بالحي من 35 سنة. من 1982 كل ما يجي رئيس بلدية بنرجع بنلاقي نفس المعاناة، ما في صور صحي، كله جوار فنية، جوار فنية للبلدة كلها طايفة وماشي بالشوارع. جوار فنية مين عملها؟ أهالي، كل واحد عامل جوار قدام بيته وبتطوف الجوار الفنية وبتمشي بالشارع. تواصلتوا مع البلدية؟ تواصلنا، وهي معانا أطبارة من 2011، هي آخر مراسلات من 2011، هي الأطبارة من 2011، بنشكل لجان وبنطلع بالاخير بنرجع لنقطه الصفر، بنرجع من اول وجديد. اقترحت شركه الصرف الصحي اكثر من حل والبلديه ما اخذت ولا بحل. اقتراحات موجوده، هاي هي عندي ثلاث اقتراحات هون. خلينا واحده واحده. نحن هذا اول كتاب، اول كتاب هذا بال 2011 2011 هذا قلت لي المشكله عمرها 35 سنه. 35 سنه قد صار لك مقيم هون؟ انا من 1982 ساكن هون بهالحي. تواصلتوا مع كل رئيس بلدية جديد؟ كل رئيس بلدية يجي بنتواصل معه من أيام رئيس البلدية أحمد أمين لهلأ خلدون شهاب الدين، كل رؤساء البلديات، وكل ما يجي رئيس بلدية بنرجع بنقدم طلبات من أول وجديد لنقطة الصفر، بنرجع ونشكل لجان. وكل ما طلعت هذا الكتاب الأول سنة 2011، هذا 2011 هون عنا، هاي هون إشارة لإحالتكم رقم تاريخ 27/3/2011 لكتاب مجلس مدينة قطنة حول تأمين مصب لمشروع الصرف الصحي في مدينة قطنة القبلية مدخل مدينة قطنة. يتطلب قيام بلدية قطنة بإعداد مخططات طبوغرافية. البلدية قالت نحن مسوي مخططات، المهم بعد جدال راسلوا الصرف الصحي، اقترحت لهم ثلاث حلول. الحل الأول إقامة محطة معالجة لهالجزء، إقامة محطة ضخ، إقامة حفرة فنية وتعزيلة دورية. ما أخذت ولا بحل ما دول الحلول. سنة 2011 نجي لهون نحن عنا 2012 تم الكشف على الموقع. يعني بكل سنة بكل سنة في لجنة تنزل حالة الإضبار لإعداد إضبارة المشروع متضمن الموافقات، يرجى ارسال هي لشركه الموارد، ارسال مندوب من قبلكم ارسلوا. هلا فينا نقول المسؤوليه مين تتحملها، البلديه ولا الموارد المائيه ولا الصرف الصحي؟ لا لا البلديه، مشكلتنا بالبلديه. محافظه ريف دمشق. هلا المحافظه حسب ما بيجيها من البلديه هي بتنفذ، البلديه ما لها ناويه تقدم هذا الجزء، بس هيك بالمختصر يعني. حرصا على عدم تلوث شبكه مياه الشرب في المنطقه كله يعني. ورجعنا هلا هون بال 2016، يعني خاطبنا بال 2011 شركة الصرف الصحي هون، مخاطبة المؤسسة كمان نفسها. هاي بال 2000؟ بال 2016 رجعوا خاطبوا الشركة. طيب ما خاطبتوا أول مرة وسويت لكم حلول؟ ما كل سنة في مخاطبة جديدة. طلعت لجنة وأخذوا هذا القرار.
انه يوصلوها على عرطوز. هون شو عم بيقول؟ يقع اكثر 150 منزل بالاضافه الى ابنيه حكوميه مثل المصرف الزراعي ودائره البيطره ومستودعات الاعلاف ورابط فلاحي قطنا، وهذه المنطقه غير مخدمه بشبكه صرف صحي. انت ساكن هون كمان؟ قد صار لك ساكن؟ صرنا كمان من سنه 82 وصلنا هون. انتم من المقيمين الاساسيين بقطنا؟ ايه مقيمين. اول احنا اول ما سكننا هون كنا بالحاره، ومثل ما تفضل الاستاذ هون انه وصلنا عم بنعاني من سنه 82 بنقدم طلبات لرئيس البلديه. رئيس البلديه كمان مثل ما تفضل اخ بروح رئيس البلديه بنرجع بنعيد من الاول من الصفر. وشي بيقولوا انه بده يسوي محطه تنقي، شي بيقولوا بده يحولوها على شبكه عرطوز الصرف الصحي. بكل مخاطبه بيكون في حل جديد يعني، بس ما بيتنفذ على ارض الواقع. ما بيتنفذ على وعود يعني. يعطيكم العافيه. انت كمان سيد خالد مقيم هون، قد صار لك مقيم؟ من 2000. عندك اولاد؟ عندي اولاد الحمد لله. طيب في معاناه بالنسبه لكم قديش؟ تنفسيه، اغلب الامراض امراض تنفسيه عندنا بتكون بسبب التلوث والروائح. بالصيف تطلع روائح. طب ما حدا طلع من الاهالي على المحافظه يعني؟ انت بس عم تخاطبوا البلديه؟ المحافظه شو بتحيلها للبلديه لبيان الرأي يعني. المحافظ في كتاب من الكتب قال له خلال 24 ساعة بدك ترجعوا عليه. بس نفس الشيء مثل ما قلت لك، بنرجع على موضوع اللجان، نبعث مندوب يجي مندوب، بيروح مندوب بيجي مهندوب، بيروح مهندس بيجي مهندس. هذا المخطط من 98، هذا مخطط هاي. من أين جبت المخطط؟ من المحافظة. هذا المخطط من المحافظة، هذا مدخل البلدون، هذا مخطط تنظيمي مصدق من المحافظة ب 98. هذا الدوار هون. هذا هون الدوار. الدوار ليك هون؟ ايه هذا الدوار هون ما بنفذ يعني. مدخل مدينة مثل قطنة ما بيتنفذ. بلدية ما بتشتغل يعني، حتى فوتي على شوارع قطنة ضمن البلد ما أنا مخدمة. جاي بالمخطط تبع المحافظة أول ما طلع سكن أول، اجت البلدية سويتها توزيع إجباري. توزيع إجباري يعني؟ توزيع إجباري يعني عندنا منطقة بقطنة صار لها 40 سنة توزيع إجباري وما انحلت مشكلتها. يعني هو ضرر للناس أكثر ما في يعني. شو معنى توزيع إجباري؟ يعني أنت بتكون أرضك هون، بتجي البلدية بتعطيك إياها هنيك، انت مشتريه هون بالتوزيع الاجباري، ممكن تطلع لك شقه الارض تبعك بمكان ثاني مو محل ما اشتريت. شو الفائده من التوزيع الاجباري يعني؟ شو الهدف منه؟ يعني حلوا الملكيات، هن بيتحكموا صفوا وين بهالمناطق هاي اللي ضمن التنظيم. هلا هاي كلها هاي ابني سكنيه، هاي اللي مظلله هون، هاي ممكن هاي البناء هذا يقول له انت صار بيتك هون ما بتحسين انت ترضي، لانه ما لك ملكيه صفيه. انت معك محلوله، بس انت معك ملكيه بالعقار. إيه؟ ورق بالعقار انه هذا العقار لك. إيه هلا هو العقار شلو؟ مثلا العقار 954 مثلا في 10 مليكه، يعني 10 اللي مالكين بالعقار. انت اشتريتي بهالنقطه بجوز ما تطلع لك بهالنقطه، يعطيك بنفس العقار بس بغير مكان. عرفتي شو يعني؟ بتكوني على الواجهه بتصيري وراء. هاي التوزيع الاجباري هيك يعني، البلديه بتلعب فيه على كيفها. اعتراض اللي بوزع محافظة ريف دمشق ولا بلدية؟ لا البلدية هون، البلدية وبترفع للمحافظة. ليش ما بتعطيني نفس المكان؟ يعني ليش ما بتعطيني أنا بنفس المكان بيتي؟ هذا السؤال يسأل البلدية. بكرة بنطلع على البلدية، لا الأسبوع الجاي، هلا بنخلص تصوير هون وبنطلع نحن الأهالي على البلدية، وبعد إذا ما قدرنا نعمل شيء بالبلدية بنطلع على المحافظة. يعني أنا موجودة بناء على طلبكم، وهدف الأساسي لبرنامج لو كنت مسؤولاً ما عندنا مشكلة توصيل صوت المواطن والمشاكل الخدمية إذا فينا نحلها للمعنيين. ما في مشكلة فينا هلأ نحن نوصل على المصب تبع الصرف. هلأ من 82 كانت خارج المخطط، عند البلدية حجة أنه منطقة مخالفات ما بتتخدم. بس نحن بدنا نعتبرها أنه من 98 ضمن المخطط من 20 سنة. من 20 سنة ما تخدمت، علما أنه بلدية قطنة خدمت كل العشوائيات والمخالفات بالمنطقة الحديثة أكثر من المخالفات الحديثة خدمتها. الحديثة والقديمة يعني قطنة أغلبيتها حواليها كلها مخالفات، كلها مخدمة بالصرف الصحي والزفت. هي جورة فنية الأهالي عاملينها، وهي جورة فنية عم تتسرب منها المي وبتطلع من هون بتمشي على الشارع. كل البيوت جوار فنية الأهالي عاملينها لأنه ما في صرف صحي. كل البيوت جوار فنية. والبلدية وعدت إنه تخدم وما في تخديم. بتقول إنه بنطلع لعندهم إيه بدنا نخدمكم، ومثل ما لك شايفة. سنوياً أنتم عندكم إصابات لاشمانيا وحب. سنوياً هي الإصابات موجودة سنوياً. العالم هون كله بتعتمد على الصهاريج. يعني حتى مي ما في.
هلا الغريب الواحد بيتفاجئ لما يفوت بهي التفاصيل بكثير مناطق، ان كان دمشق ولا ريفا، انه فعلا في مناطق ما بيسلط الضوء عليها ونائي مثل اي. استاذي هلا اذا بتنزلي هون على هي لسه بتشوفي كوارث هلا تحت هون شبك السكه. يمكن هذا الهدف الاساسي من البرنامج، نسلط الضوء على المناطق اللي هي اساسا يعني مغيبه. مو معقوله يعني، مو معقوله نهائيا يعني. هلا بين البيوت شايف السياره محل ما لها موجوده. هلا بتلاقي الجور والفنيه طايفه كلها هون وماشي بالعالم بتدعس بالصرف الصحي وتفوت على البيوت. هذا عم بيعزل صرف صحي هلا اللي شايل الفريك. ملابس ابيض هذا يعني الاهالي بتعزل الجور الفنيه لحالها وتنظفها. في صهريج يجي مثلا يسحب هالمي، اتمنى يعني من البرنامج انه يكون عون لنا يساعدنا باي طريقه، لانه وضع لا عاد يحتمل بالمنطقه هون. الوضع لا عاد يحتمل يعني. كون طولوا بالكم يعني، نحن رح نحاول. صرنا 35 سنه مطولين بالنا، بس يعطيني امر رئيس البلديه لبعد 3 سنين رضيانين نحن. مو سنه، 3 سنين رضيانين نحن. بسبب المعاناه القديمه. يعني لو نحن كل سنه نفذنا 100 متر 100 متر كنا خدمنا المنطقه كلها. نحن هلا في كمان بعض الاهالي هنيك بدنا نشوفهم وبدنا نحاول نتواصل مع المعنيين، اكيد نحن رح نتواصل مع رئيس البلديه ومع المحافظه. يعطيك العافيه. شو عم تشتغل؟ عم ساوي المجرور. عم تنظف الجوار الفنيه؟ ساكنين وما في لا مجرور لا في شيء. كل قد ايه بتنظف الجوار الفنيه هون؟ كل 3 ايام، يومين ثلاثه. وين بيتك؟ هذا. عندك اولاد؟ عندي 4 5 اولاد. طيب هي المشاكل الصرف الصحي اكيد كان لها مشاكل صحيه مع الاولاد. طبعا. شو هي المشاكل الصحيه اللي عم تعانوا منها؟ المشاكل عم يمرضوا كل فتره وفتره بناخذ على الدكتور. هي المشاكل. في كمان قالوا لي لاشمانيا اصابات. والله في امراض وفي جرثومة عم تصيب الناس والاطفال بالحاره. قد صار لك ساكن هون؟ شيء 23 سنه. يعني صرنا نلاحظ من فتره وجود بعض الحيوانات مثل الجرادين، السحالي، كلها هي عم تجي على نتيجه هالتلوث هذا. عم تفوت على البيت؟ والله اذا ما كان في مراقبه عم تفوت على البيت. اي ابدا. ما في بلديه عم ترش؟ لا ما في بلديه. احنا صارنا بحدود السنتين لهون ما اجت البلديه ورشت مشان الحشرات رغم مراجعتها. هي الظاهره قد ايه صار لها تقريبا؟ القوارض عندك وفي حشرات؟ كل سنه بموسم الصيف بيبدا انتشارها. ايوه بالصيفيه ببلش انتشارها. قد ايه صار لك ساكن هون؟ انا صار لي ساكن هون من 2000. عندك اولاد؟ هذا ابني. ايوه في اصابات يعني دائما في مشاكل صحيه بسبب الصرف الصحي عند الاطفال بشكل واضح، يعني عباره عن حب تجي يعني. لاحظي انت هون اذا اجت الحشره وقفت هون طلعت على الولد قصته صارت معه في حب يعني حبه حلبيه صارت عنا ظاهره عنا السنه الماضيه واللي قبلها. هاي في جيراننا هون يعني معلش جورتنا الفنيه بمدخل شو اسمه هون راحوا لحتى يجيبوا بس مدخل البيت مدخل بالشارع مدخل البيت عم تطوف عليهم وعلى جيرانهم. ايوه بس راحوا لحتى يسجلوا على دور بدك تقطعي وصل ب 5500 ليره ولما يجي طب انت كيف عم تنظف الجوره الفنيه اللي عندك بالبيت؟ انا الجوره الفنيه اللي عندي بالبيت اول الامر انها كان متوسر هالامر هذا، لكن بعد الازمه اللي صارت ما عاد فينا نلاقي. حولت ميه الغسيل، خلي يصورها الاخ هون، ميه الغسيل والشطف طلعتها لبرا. هي هي ليكي وينها؟ هي الغسيل والشطف هذا هون. ايوه الغسيل والمجله. اما الجوره الفنيه تبع المي المالحه بزاويه البيت هنيك تاركها، بس الطوف راح اطوف بالشارع ما عندي اي حل. عم تطوف بالشارع والاولاد عم يلعبوا وعم يلعبوا، شو بدنا نسوي؟ ما بيهمنا الصرف الصحي احنا. لانه في عندنا مشكله ثانيه كمان مرتبطه مع الصرف الصحي، بجوز الاهالي ما قالوا لك عليها، مشكله المياه ما في عندنا مي شرب، رغم انه مددوا لنا شبكه موصوله مع مدينه قطنه. هذا شارع على المخطط هذا هو. ليش بس نحكي مشكله المي؟ ليش ما في المي؟ مشكله المي نحن من 2004 تم ايصال الحي هذا مع مدينه قطنه بشبكه رئيسيه وجديده. تجينا بايام يكون في فائض، بالايام الصيفيه تنقطع بقدره قادر. كمان هي بدنا نحطها اشاره استفهام. كل قديش عم تجي المي اللي عندكم؟ كانت تجي، هلا صار لنا 3 سنين ما عاد اجت نهائيا. 3 سنوات ما عاد شفناها نهائيا، قبل ال3 سنوات عشان احطك بالصوره تماما يعني. قبل ال3 سنوات كانت تجي بايام الغزاره. ايام الشتويه. ايام الشتويه يعني. ايام الشتاء بتجي المي، بايام الصيف ما في مي. بايام الصيفيه ما في مي. راجعناهم يعني صار لنا فتره شهرين. نعم. شهرين ثلاثة بالكثير. عم تشتروا المي شرع؟ عم نشتري المي شرع بالصهريج والله اعلم شو هو مصدرها. ملوثة. ايه بس انت عم تقول وصلوا الشبكة. وصلوا تم الشبكة. ايصال الشبكة بمدينة قطنة. بمدينة قطنة. وواصل للبيوت.
خاطبتوا طب الموارد المائية؟ خاطبنا الموارد المائية. شو قالوا؟ قالوا حجتهم إذا ما في صرف صحي ما بيشغلوا الموضوع. بس قبل كانت شغالة لو ما في صرف صحي. إيه عم تجي. هلا هن عم يطرحوا الفائض اللي عندهم. الفائض اللي موجود. بعدين بتجي المية الفيجة المية هاي اللي عم يعطونا الفائض. إذا ما في فائض ما في مي. وقت إن إحنا بالصيف بنروح بنراجعهم بيقولوا إنه لأنه ما في صرف صحي ما في مي. يعني اذا انحلت مشكله الصرف الصحي في مي احنا ماخذين بس سابقا كان في مي اي سابقا بالسنوات السابقه في مي بس بدون وجود عدادات لانه ما رضوا يعطوا عدادات للمواطنين بس وصلوا الشبكه لباب كل منزل. قد ايه بتحط بالشهر اجار مي؟ اجار مي كل 4 ايام كل 5 ايام بدنا 1000 ليره يعني هي تقديريا اذا مو اكثر. احنا والله 2000 والله 2000 كل 5 ايام عندي عيلتين كل 10 ايام والله 2000 ليره والله. هي بنص الشارع جرى الشارع ايوه حفروها الاهالي ما عاد استطاعوا انهم يحصلوا على انهم يسحبوها ما عاد في امكانيه. عندي جوا في جوره ثانيه جوا طافي طلوا فتحوا جوره بالشارع بالشارع هي تعبت مي فما بتنزل بالشوارع كمان. كنتوا عم تقولوا خايفين تسرب على الابار؟ عم تسرب على الابار المي؟ تسرب لقى منطقية مدها عندنا هون الابار السطحيه 8 امتار و10 امتار تطلع المي هون الجوار غمقه 4 امتار فالمي تصرف الصحي عم تفوت على ميه الشرب ميه بتصرف عم تصرف على المياه السطحيه هي لسه بتكون اخطر مشكله صحيه اكبر بكثير كبير كثير بكثير اكبر. هاي المعاناه اللي عايشينها نحن بهذا الحي هيك شلون الحيط هذا كلياته مهبط هون عم ينجع الحيط عم ينشتكى هي هي هون هبط مهدد انه يوقع الحيط بيكون بس رجعنا دعمناه هون هذيك مرة نفس الشيء عم هبط وجور جاي دعمته ايمت؟ الصيفية الماضية يعني ما بعد سنة وهي تفسخ اجبار جاري ليك وهي جورته كمان نفس الشيء عم تنش فقمت انا هون هلا امرت هون سويت ريجار ومديت على جور جاري لانه ما نساكن هون ليك هي هي يعني هلا اذا كشفناه هون ليك هي يعني الروايح هون كانت هون جيران تأذوا منها كثير يعني كله امراض وحشرات برغش وقوارض وهيك شغل ليك هلا الحيط هذا لك كله هنا ينابيعه سطحيه وهذا البير العربي بيمشي هون في بس دقيقه هون في ينابيع سطحيه وفي شو كمان في غير الينابيع في بئر في بئر عربي ليكي ليكي ايوه بئر مي عربي بئر مي عربي نعم. وهون الجوار الفنيه عم تفوت عليها عم تفوت عليها هاي ليكي شلون هون هاي مخالطه المي هذا الحجار بير هي المي الصرف الصحي عم تنزل عليه تنزل ما عاد حدا شرب منه هو ميته بتيجي لهون بالعاده بس هلا مو سنت خير هلا المي بتمشي على القناي بس ما هاي بتخالطوا شو اسمه مياه شو اسمه المجروح ما عاد حدا شرب منها ما عاد حدا شرب منها اللي صار فيها اصابات يعني أيوة. من السنه الماضيه بس لا من صرنا فتره كل سنه في اصابات لا من المي يعني من البير المي بس صار في تلوث اكثر من 6 سنين ما نشرب من المي هاي المي ما اكثر من 6 سنين ما بنشربها نهائيا بسبب الامراض اللي صارت الامراض لانه امراض احيانا انت ما بتعرفي شو صايبه تروحي على دكتور تاخذ دواء واثنين وثلاثه وتراجع عده اطباء اخر شيء تعرفي انه سببها المي الملوثه يعني اذا الصرف الصحي عم يفوت على المي العاديه او المي السطحيه اجباري يحكوا في مشاكل صحيه كبيره ايه يعني حتى احيانا الطبيب ما بيتوقع انه ميتك انت اللي عم تشربيها هي سبب مرضك. بالختام نقول المشكله الاساسيه هي مشكله صرف صحي عند الكل لانه كل البيوت فيها جوار فنيه حلت مشكله الصرف الصحي كل المشاكل بتنحل نحن تواصلنا مع شركة مؤسسة المياه خصصونا صهريج مي من السنة الماضية صهريج عطلان على أساس يصلحوه وهلأ توقف بقدرة قادر ونحن بحاجة نشرب مي فشو الحل؟ والله نحن هذا اللي بنتمنى أنه تكونوا عون لهالمواطنين لهالأطفال يعني قولي نحن الكبار ماشي الحال بس مشان هالأطفال يعني نحن بهمنا الأطفال أكثر من الكبار يعني ومعلش أبعد ما يكون عنهم المدرسة ابعد ما تكون عنهم الحديقه ابعد ما يكون عنهم كافه الخدمات لا نحن عم نحكي هالشغلات هي فابسط شيء نامن لهم انهم بس يعيشوا ببيئه تكون نظيفه لا اكثر ولا اقل. احنا رح نحكي مع رئيس البلديه. يعطيك العافيه سيد خلدون معك نور ابراهيم من الاخباريه السوريه برنامج لو كنت مسؤولا. اهلا وسهلا فيكي. يعطيك العافيه. هلا نحن موجودين ببلديه نحن موجودين هلا بمدينه قطنه تمام المدخل الاساسي المدخل القبلي عم نصور المشكله الخدميه الاساسيه اللي هو مشكله الصرف الصحي. اغلب البيوت هون في عندها جوار فنيه
وهي المشكلة عم يعانوا فيها، عم يعانوا منها من زمان كتير، يعني نحن عم نقول تقريبا من 35 سنة، وكل مرة بيكون في تواصل مع البلدية على أساس إنه في حل لهي المشكلة وما في حل، من خلال لجنة بتيجي بتكشف على المنطقة وما بيكون في تواصل مع المحافظة. أنا بدي أخذ من حضرتك موعد، يا بنروح المحافظة مشان هاي المشكلة، يا بنصور معك الأسبوع الجاي. بعتقد عندك فكرة عن الموضوع. الأسبوع الماضي كنا هنيك لجنة نحن والمدير العام للصف الصحي، ما حكوا لك الأهالي؟ إيه شو الحل؟ الحل هلا نحن كنا عاملين على أساس ناخذ المشروع على عرطول، نمدده من هون لعرطول للصف الصحي. كنت عم تقول انه اللجنه كانت موجوده الاسبوع الماضي. طلعنا اللجنه الاسبوع الاسبوع هذا الاحد. الاحد كنا المحافظه ولجنه الصف الصحي، مدير الصف الصحي ومندوب المحافظه وانا والمكتب الفني كنا موجودين على هذا الموضوع. ايه وبعدين نحن عندنا استاذه، نحن عندنا استاذه هذلهم بحدود ال 40 بيت. لا 150 بيت. 40 بيت. عم يقولوا لي الاهالي 150 بيت. بالكتاب. لا مو صحيح استاذه، مو صحيح. هلا بنعد لك اياها. انا مش بعد لك اياها على ارض الواقع. احنا موجودين. بدك تطول بالك علي وحده وحده بس دقيقه. تقريبا نحن موجودين مع الاهالي. يمكن يقطعوا، يمكن يقطعوا 60 بيت اذا كل عيلتين ساكنين ببيت. اي هي واحد اثنين. انه نحن على 6 كيلو متر بدنا ننزل عرطوز او 5 كيلو ونص. وبعرطوز، بعرطوز الصف الصحي 30 سنتي. تمام. نحن هون عنا 40 سنتي، هي رئيس المكتب الفني حدي وعنا نحن 40 سنتي، فما رح يتحمل بعرطوز، وعرطوز بعثوا لنا اعتذار انه ما بيقدروا يمدوا الصرف الصحي هذا لعندهم، تمام؟ اما بنحط محطة معالجة صغيرة، محطة معالجة صغيرة هال 400 متر، هال 400 متر بنوصله على طريق فرعي ثاني، يعني تقريبا حلينا المشكلة، يعني بحدود 80% لكن بنخلص من هالمشكلة. ايمت هذا الحكي إذا بدنا نصور؟ هلا هلا نحن عم نقول لك الأحد كنا هنيك وكتبنا محضر الاجتماع واقترحنا ثلاث مقترحات، إيه محطة معالجة صغيرة وهذا يعني 90% ما بتصور يصير دغري فورا، أو نمدد فورا ناخذ إعانة من البلدية أو من الصف الصحي، من مؤسسة الصف الصحي يعطونا إعانة عليه، إذا بنقدر نعمل محطة معالجة فورا رح نباشر، ما قدرنا رح نحاول ناخذ إعانة ب 400-500 متر ونمد لهم إياه على الطريق الفرعي. تمام، يعني الأسبوع الجاي علما إنه له معقبات وله تداعيات كتير كتير خطيرة. يعني الأسبوع الجاي نتواصل. تمام، الأسبوع الجاي نتواصل مع حضرتك، نتواصل مع المهندس بسام. الأربعاء القادم، الأربعاء القادم، يمكن الثلاثاء القادم أنا اجتماعي مع الأستاذ بسام فكريا عشان هذا الموضوع حصرا. الأربعاء القادم. الثلاثاء اجتماعنا. لا الثلاثاء الأربعاء اجتماعنا. إيه الأربعاء بتواصل مع حضرتك. هاد رقم اكيد الاربعاء بده يكون معنا خبر يعني حتى اقصى الخميس. نحن قلنا رح ننطر منه جواب للاستاذ خلدون رئيس بلديه قطنه مع المهندس بسام اللي هو مسؤول عن الصرف الصحي، مدير الصرف الصحي، اذا رح يكون في معالجه او تمديد للصرف الصحي. رح ننطر للاربعاء، رح نرجع نتواصل معه وننزل نصور، رح اخذكم مثل ما انتوا على البلديه ونروح على الصرف الصحي ونروح على المحافظه. تمام. إذا بدك تقول لي ما رح تنحل. لا رح تنحل بجهودك إن شاء الله. لا هي إن شاء الله بتنحل بجهودكم يعني. عرفت شو؟ يعني هلا أنتم تواصلتوا معنا ليكون في حل، فبدك تقول لي إنه ما في حل رح نطلع. إن شاء الله يكون في حل عن طريقكم، نحن بنتمنى يعني. يعني نحن رح نتأمن الخير والمستقبل لأبنائنا من وراء هالزيارة اللي أجيت فيها أنت يعني. يعطيكم العافية. شكرا، شكرا لك. بين أوجاع الأمراض المنتشرة نتيجة التلوث على دروب الفقر في مدينة قطنة وسنوات الإهمال والنسيان الكبير، يبقى المواطن وحيداً في مواجهة الفساد والتقصير. نور الإبراهيم لو كنت مسؤولاً.